عاود الآلاف من أبناء محافظة نينوى التوافد إلى ساحة الأحرار وسط مدينة الموصل لمواصلة اعتصامهم بعد رفع حظر التجوال عن المدينة صباح هذا اليوم. وجدد المعتصمون في ساحة الأحرار مطالبتهم برحيل رئيس الوزراء نور المالكي وتشكيل حكومة وطنية يرأسها شخص غير متهم بقضايا القتل والفساد وإطلاق سراح المعتقلين ومحاربة الفساد وبناء قدرات الجيش العراقي. وتشهد مدينة الموصل منذ صباح الجمعة انتشارا مكثفا للقوات الأمنية من الشرطة والجيش العراقي، تم تعزيزها بقوات إضافية قدمت من بغداد حيث ترابط في الطرقات الرئيسية للمدينة. بإطلاق سراحهم فورا لأنهم أبرياء وعوائلهم بانتظارهم، وهذه العوائل تعيش الآن حالة تعسة، ونحن مصرين على البقاء في هذه الساحة، إما الموت أو تتحقق مطالبنا. اسم قبيلة البيات السادة في محافظتي ديالى وصلاح الدين نؤازر اعتصام عشائر العراق في الموصل وفي كافة المحافظات التي جاءت إلى ساحة الشرف ساحة الأحرار، ونطالب فورا بخروج الاحتلال وكل مشاريع الاحتلال من العراق. نبقى في